السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيك يا حبايب قلبي، اخباركم ايه؟ النهاردة جايين نعمل مع بعض طعمية. قررت النهاردة، نفسي جتني للطعمية، شمتها بصراحة وانا جاية من صلاة التراويح، فقلت ايه، طب ايه اللي يخليني ما اعملش طعمية نسحر منها النهاردة؟ فانا معايا دلوقتي كوباية من الفول المدشوش، منقوع بقاله حوالي ايه، هنقول ساعة، يعني ما زادش عن ساعة. ما تكتروش نقع الفول يا جماعة، لان لما بتنقع كتير بتيجي تقلي الطعمية تلاقيها بتفرق معاكي كده ومش متظبطة وما بتبقاش حلوة. طيب البهارات ايه والمقادير اللي هحطها على كوباية الفول المدشوش؟ زي ما انتوا شايفين معايا كده، معايا حوالي 4 فصوص من التوم المهروسين، ده توم مفرز، ومعايا بصلة صغيرة خالص يا جماعة، ما تحاولوش ان انتوا، يعني لو كان عندي بصلة اصغر من دي كنت اخدتها، لان البصل لما بيكتر في الطعمية بيحرقها وبيخليها تسود كده وبتبقاش كويسة. معايا حوالي 2 معلقة من الكزبرة والشبت والبقدونس المفرزين، معايا حوالي 2 معلقة صغيرة من النعناع الاخضر، كنت انا مقطفاه علشان انشفه، اخدت منه حوالي 2 معلقة صغيرة، ومعايا قطعة من الفلفل الحلو الاخضر. البهارات بتاعتي عبارة عن 1/4 كزبرة ناشفة، 1/2 معلقة من الكزبرة الناشفة، 1/4 معلقة من الكمون، 1/4 معلقة من البهار الحلو. البهار الحلو بيخلي الطعمية لها ريحة جميلة جدا وبتبقى طعمة قوي. ومعايا الملح طبعا حسب الرغبة، دي حوالي 0.5 معلقة من الملح. كل اللي هعمله ان شاء الله ان انا هحط كل الحاجات دي في الكبة تتفرم، فهفرمها ان شاء الله يا حباب قلبي ونرجع نشوفها مع بعض هيكون شكلها عامل ازاي، فانتظروني. لكم تاني حباب قلبي، عايزة اقول لكم ان انا حطيت 1/4 كوباية مية في شفشق الخلاط، شفشق الخلاط اهو، حطيت فيه الفول الاول لما يتفرم معايا نص فرمة كده، وقمت بقى ايه مقطع البصلة ونازلة بكل الحاجة بتاعتي في شفشق الخلاط، وكل شوية ألفه وبعدين ايه أفتحه أقلب بالمعلقة كده، اللي تحت فوق واللي فوق تحت، وصبرت عليه كده كل شوية أهز الشفشق. زي ما انتوا شايفين معايا كده لما بقت ناعمة وسلسة معايا بالشكل ده، نفضيها مع بعض في الطبق. طبعا أنا هسيبها لحد ما إن شاء الله نيجي من المسجد، احنا لسه جايين من صلاة التراويح فحبيت أعملها، فايه اصبها معاكم في الطبق اهي، هفرقها يا حبايب قلبي في الطبق وهرجع لكم. رجعت لكم تاني حبايبي اهو، بعد ما حطيتها في الطبق زي ما انتوا شايفين ده شكل الطعميه بتاعتي، هغطيها ان شاء الله واحطها في الثلاجه لحد ما نيجي من صلاه القيام ان شاء الله، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. هتكون اتخمرت في بعضها وشربت كل من بهارات في بعضه كده، وبان شاء الله طبعا دي قبل الاستعمال، ونفضل نخفق فيها قوي بالمنظر ده يعني كده عشان يخشها اكبر كمية من الهواء. زي ما انتوا شايفين كده افضل اخفق فيها اخفق فيها لما تعلى معايا زي الكريم شانتيه، بتعلى والله يا جماعة زي الكريم شانتيه، ويكون بقى الزيت معاكي جنبك بقى على النار، وتاخدي بقى بالمعلقة كده كده، او زي ما انت عايزة، عايزة تعملي اقراص زي ما انت عايزة زي ما تحبي، وتقومي ايه قلي على طول. فهي ده بيبقى شكلها، ما هياش حاجة معضلة يعني ولا صعبة، ده سهلة جدا جدا جدا، وتفضلي تخفقي فيها كده علشان يبقى لها عرق وعلشان يدخل لها هوا، وكل لما تخفقي اكتر ويدخل لها هوا اكتر تلاقيها تفتحي معاكي اكتر، تفتحي تفتحي كده سبحان الله، بيبقى شكلها يتغير شكلا ومضمونا خالص يعني، وكل لما بتضربي اكتر كل ما يبقى فيها عرق، ما بتبقاش سايبه نفسها يعني. فان شاء الله انا هحطها في الثلاجه يا حبايب قلبي لحد ما نيجي ان شاء الله، ونشوف هنعمل ايه في باقي الخطوات مع بعض. مش عارفه انا كنت حاطه بصراحه الموبايل صوته كتم ولا لا، بس ان شاء الله زي ما قلت لكم انا هنحطها في الثلاجه، وبعد ما نطلعها من الثلاجه نخفقها جامد ونقليها، فان شاء الله انتظروني. يعني مع بعض تاني يا حبيب قلبي، هنخفق بقى الطعمية مع بعض كده على قد ما نقدر، على قد ما نقدر ندخل فيها اكبر كمية هواء. بالطريقة دي شايفين بقى
عاملة ازاي؟ شايفين يا حبيب قلبي؟ دخلها هوا، كلها هوا. هنبدأ ان شاء الله الزيت معايا في المقلاية على النار، نروح نقلي مع بعض ونسمي بسم الله الرحمن الرحيم كده، ونروح على البوتاجاز. نسمي بسم الله الرحمن الرحيم كده، وحط اول قرصة طعمية معايا. انا بحط بتاعة الايس كريم يا جماعة اهي. شايفين الطعمية منها فيها هوا كتير، بتعوم زي النقيطة، ولازم تتقلى في زيت غزير. زي ما انتوا شايفين معايا بالشكل ده، احط كمان قرص في المقلاية. ببل انا معلقة الايس كريم، ببلها في مية قبل ما اخد منها مرة تانية. نبدأ كده ايه، نشوف كده ان لو كانت احمرت نقلبها على الوش التاني. شايفين يا حبيب قلبي؟ شايفين الطعمية وجمالها وحلاوتها؟ مفيش اجمل من كده بقى اهي. شايفين؟ كده الطعمية بتاعتنا اخدت معانا، اتحمرت واخدت لون ذهبي رائع. هبدأ كده اسم اللون واطلعها. خلاص انا ما عدتش هقلق اكتر من كده، هطفي النار ونشوف مع بعض الطعمية شكلها عامل ازاي. لكم تاني حباب قلبي مع الطعمية بتاعتنا الذهبي الرائعة. شايفين جمالها؟ هي معلش تتقلى في زيت، لازم تكون شاربة زيت. شايفين هشة وجميلة ازاي؟ ومعايا فول بالزيت الحار، ومعايا مخلل، وطبعا الزبادي بتاعتنا، وطماطمية كده متقطعة. وده سحورنا النهاردة، ويا رب تكون طريقة الطعمية عجبتكم ونالت رضاكم، وما تنسناش بفائض دعائكم الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.